الدرس 83 الجنايات. القتل العمد. جزاء القتل العمدي القصاص بقتل الجاني، ولأهل القتيل الخيار بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو. الدية. والدية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 مثقال ذهبا، ويقدر مثقال الذهب 94% إلى 85% جراما، أو 12,000 درهم فضة، ودرهم الفضة يعادل 7 إلى 10 مثقال، أو 100 من الإبل، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. القتل الخطأ. جزاء القتل الخطأ هو الدية والكفارة، والكفارة تحرير رقبة أيام الرقيق، أو صيام شهرين متتابعين، ولا تعطى الدية إذا كان أهل القتيل أعداء للمسلمين وفي حالة حرب معهم. القتل شبه العمد. جزاء القتل شبه العمد وهو الاعتداء المؤدي للقتل دون تعمده، الدية المغلظة والكفارة. الجناية على الأطراف. جزاء الجناية على الأطراف إن كانت عمدا القصاص ببتر مثلها أو الدية حسب اختيار المجني عليه، ولكل عضو دية مقدرة. الإصابات. لكل إصابة متعمدة بجرح في أي موضع بالجسم دية على الجاني للمصاب. شواهد الدرس في الكتاب والسنة. جزاء القتل العمدي في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودى وإما يقاد، يودى يأخذ الدية ويقاد يقتص له. وفي العفو قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. الدية. جاء في الحديث الشريف أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته
10,000 أي درهم، والدرهم قطعة نقدية من الفضة وزنها حوالي 3 جرامات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن قتيل الخطأ قتيل الصوت والعصا فيه 100 من الإبل مغلظة، 40 منها في بطونها أولادها. وقال صلى الله عليه وسلم: في المواضح أي التي تبرز العظم وتوضحه 5 من الإبل. وجاء في الحديث الشريف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الهاشمة أي التي تكسر العظام 10 من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل إصبع 10 من الإبل، وفي كل سن 5 من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء. وفي القتل شبه العمد أو الخطأ قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وعن الإصابات قال تعالى: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.